يسعدني ويشرفني اليوم أكون متواجدة بيناتكم، وحابة أشكر طبعاً بداية كل القائمين على مهرجان ربيع سوق واقف إذاعة الريان. حابة أسمع منكم تحية. وطبعاً حابة أشكر الفرقة الموسيقية قيادة الأستاذ نايف، وإن شاء الله يا ربي قطر وأهلها وأحبابها وناسنا وين ما كنتوا والعالم العربي كله بخير وسلامة، وأهنيكم بأعيادكم الوطنية. La la la.
أشكر للحضور اليوم واللي منورينا من العراق ومن الكويت طبعاً، حياكم الله.